المدرب راح يدفع بلاعب بديل في الدقائق القادمة. هدف في التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. يوناس هوفمان. ديفارديول. خافيير زانيتي. ملعوبة إلى سون. مرة أخرى إلى سون. بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. بنجامين بافار. أفضلية لمصلحة السيتي. دقيقتين كوت بدل الضائع. كرة خطيرة راح تقدم في النتيجة. يا الله على هذا الحارس، الحارس يوقف كرة هدف محقق ويعطي فريقه أمل في الفوز في اللقاء. كرة فيها خطورة. تسديدة في الهواء. يا رب الكرة في المرمى. هدف من لاعب استثنائي في توقيت استثنائي قبل صفرة الحكم بثواني. نشوف لقطة الهدف الجميل مرة أخرى. ركنية